مرحبا بكم أصدقائي. إذا كنت ترغب في مشاهدة المزيد من الفيديوهات الشيقة على قناتنا، فقد قم بتفعيل جرس التنبيهات ليصلك إشعار بالفيديوهات الجديدة. عندما تأتي سيرة حورية البحر، يأتي في أذهاننا مباشرة سؤال: هل هذا المخلوق حقيقي؟ الناس من كل أرجاء الأرض يطلبون رؤية هذا المخلوق الأسطوري بشحمه ولحمه. هل هذه مشاهد حقيقية أم هي خدع الضوء والعين؟ هل حورية البحر أسطورة أم هل ما زال صيتها القوي يسحب الناس بداخل عالمها الأسطوري؟ تعالوا بنا لنتعرف على هذه الحقيقة. رقم 7. حورية البحر ذا كايمان. في عام 2008 كانت تصنع الأمواج في جنوب إفريقيا، في حين أن حورية البحر الأسطورية التي تدعى ذا كايمان كانت تنشر الإثارة في مجال الصحافة. كان مجموعة من الأصدقاء يخيمون بالقرب من نهر في جنوب إفريقيا عندما سمعوا صوت صرخة عالية وصوت ضوضاء مثل الانفجارات. وبعد بحث مطول حول هذا الصوت، أتت المجموعة إلى امرأة في المياه، وكانت تبدو تلك السيدة في لون أبيض شاحب، وكان شعرها أسود وطويل، وكان جلدها ذو بريق جعلها تبدو كأنها متوهجة عن قرب. وكان أكثر ظهور مفزع لها عندما اقتربت من تلك المجموعة، وكانت عيونها ثاقبة. وتمكنت واحدة من المجموعة من التحقق من المزاعم حول رؤية الحورية ذا كايمان، ولاحظت أن الحورية أصدرت صوتا حزينا ومؤلما مثل سيدة تنوح وتبكي من الحزن. وبعد لحظة من الفوضى بين المجموعة، اختفت تلك الحورية تحت المياه المظلمة، ومن بعدها الناس في جنوب إفريقيا وهم حذرون من ذا كايمان، وذلك لأنها معروفة بأنها تسحب الناس تحت الماء للأسفل، تقوم بخداعهم تحت الأعماق ببعض الأشياء التي يرغبون بها. هل هي سباحة عارية أم هي حورية بحر أسطورية؟ الناس في جنوب إفريقيا ما زالوا يتساءلون، إذ أنهم رأوا أسطورة بشحمها ولحمها. رقم 6. حورية البحر هيبريداين. يحتوي التراث الثقافي في اسكتلندا على عدد لا يعد ولا يحصى من الأحداث الغامضة والأساطير التي وقعت هناك. ومن ذلك في عام 1830 تمت رؤية حورية بحر ظاهرة بوضوح، وفي الحال قتلها الناس في جزيرة بنبيكولا. بينما كان الناس يقتطعون بعض الطحالب البحرية بالقرب من الشاطئ ذات يوم، زعم السيدة أنها رأت امرأة مصغرة في الماء، ومن ثم اندهشت تلك السيدة ونادت الكثيرين من حولها لكي يشاهدوا تلك الحورية القابعة تحت الماء. فأسرعت تلك الحورية بالسباحة وهربت حيثما وصل الناس، ولكن بعض الناس وسط هذه المجموعة قذفوا حورية البحر الخائفة بالحجارة وأصابتها حجارة في ظهرها. وبعد بضعة أيام ربما غسل جثة هذه الحورية على الشاطئ، ومثل الكثيرين من الآخرين الذين يزعمون أنهم رأوا حوريات البحر، فإن هذه الأخيرة كانت صغيرة وكان لونها أبيض شاحب، وكان لها ذيل سمكة بدون قشرة. وبعدما وجد جسم الحورية ميتا، فاعتقد عمدة المدينة أنه من المناسب فقط أن تدفن تلك الحورية بشكل خاص. وبالفعل صنع تابوت خاص لها، وتم تغطية الجسم بالكفن، وتم دفن التابوت على شاطئ البحر حيثما وجدت. وبالرغم من أن الحكايات حول خطر حوريات البحر صمدت أمام اختبار الزمن، إلا أن لا أحد لا يمكنه تحديد المكان الذي دفنت به، ولا حتى أي علامات أو إشارات تدل على مكانها. لذلك ماذا رأى الناس في بنبيكولا في هذا اليوم؟ وهل بالفعل ارتكب أهل تلك الجزيرة إثما كبيرا بقتل تلك الأسطورة؟ رقم 5. حورية البحر النيوزلندية. انغمست نيوزلندا في أساطير حوريات البحر، حيث في عام 2014 زعم مجموعة من الصيادين أنهم وجدوا بقايا حورية بحر على جزيرة الجنوب. وكان الصيادون مشغولون لأنهم اكتشفوا احتمالية أن يكون تلك البقايا أثر جريمة قتل. ومع أن النظر والتحقيق عن كثب بواسطة السلطات المحلية، كان من الواضح أن هذا الهيكل العظمي لم يكن بأكمله إنسانا، ويوضح هذا الجسم إنسانا مثل مخلوق لديه بعض المميزات والخصائص المائية. وهذا الاكتشاف أصبح معروفا لدى كل شخص في نيوزيلندا يدرس الحيوانات المائية التي تشبه الإنسان الموجودة على وجه جزيرة الجنوب، عندما كانت النظريات غير متأكدة عما يجب فعله مع ذلك الهيكل العظمي.
وحضر بعض المعنيين من جامعة أوكلاند لكي يفسروا ما وجده هذا الصياد. هل يمكن إضافة حوريات البحر ضمن حيوانات الحياة البرية الغريبة بعض الشيء التي وجدت على الأراضي النيوزلندية؟ رقم 4. حورية البحر الهندية. في العاشر من ديسمبر سنة 2017 في الهند، وجد مجموعة من الصيادين شيئا ما غريبا وسط شباك الصيد، ألا وهي حورية بحر. ويوضح الفيديو مخلوقا غريبا يشبه في شكله نصف سمكة ونصف إنسان، ولكنه يختلف عن مشاهد حوريات البحر التي رأيناها في حياتنا الواقعي والأفلام. هذا المخلوق ليس لديه رأس إنسان، وسرعان ما نشرت له الصور والفيديوهات على مواقع الإنترنت لهذا المخلوق. المخلوق ذو المنظر الغريب، ويعتقد الناس أنهم وجدوا حورية بحر حقيقية. ماذا تعتقدون أنتم أيها الشباب؟ اتركوا لنا أراءكم في التعليقات بالأسفل. رقم 3. حورية بحر في بحر بيرينغ. في عام 1608 كان هنري هودسون يستكشف المياه الشمالية الباردة في النرويج، وكتب في صحيفته حيث أنه يصف يوما ما عندما صادف والتقى بمجموعة من حوريات البحر. وزعم هودسون أن حورية بحر رأت طاقم السفينة وواصلت نداء إخوتها أكثر فأكثر، ووصفها بأنها كبيرة الحجم مثل أحد رجال طاقم السفينة، وجلدها كان أبيضا جدا وشعرها كاحل السواد، حيث كان يقترب منهن أكثر وأكثر. واكتشف هودسون أن الذيل الذي وصفه كان مثل ذيل دولفين، ولكن به بقع مثل التي بسمك الماكاريلا. وكان هودسون متراصا بسبب اكتشافه لحوريات البحر. ومثل بقية البحارين على مر التاريخ، الناس عادة ما يفترضون أنه من الممكن أن البحارين في البحار العالية كانوا يخطئون ببعض الحيوانات وبشكل متكرر خرفان البحر وعالم الطبيعة. فيليب هنري غوس في وسط عمله 1800 تاريخ الطبيعة يعتقد أنه من المستحيل أن يخطئ هودسون بأي حيوان بالنسبة لهؤلاء الحوريات. ويعتقد أن الصيادين الموسميين مثل هودسون فيمكنه التعرف على الحيوانات الموجودة في ذلك المكان بسهولة. ويعتقد جوس أيضا أن هودسون قام بتعديل قصته، أو أنه رأى شيئا ما فريدا حقا بالنسبة لمدينة العلم. هل حورية البحر خاصتهم تعيش في المياه الباردة بالقطب الشمالي، أم أنها كانت فقط رواية بحار وحشية؟ رقم 2. حورية بحر في شبه جزيرة ديرنيس. عبر التاريخ تظهر اسكتلندا وأنها تحظى بحصة عادلة من مشاهد حوريات البحر، بداية في عام 1890 في خليج نيويورك بولاية نيوجيرسي، أصبح موقع للمشاهد المتعددة لحوريات البحر. يعتقد الكثير من الناس أن البحث حول حوريات البحر كان مجرد إشاعة وشائعات، ومع ذلك بدأ العديد من الناس بمشاركة روايتهم حول ما أسموه حورية البحر ديرنيس. ومع أن حورية البحر لم تكن الأجمل من بين الأساطير الماضية القديمة، وصف الناس حيوانا بحريا يشبه الإنسان ويبلغ طوله 7 أقدام، ذو جلد أبيض شاحب وشعر أسود. ووصف السكان المحليون زحفها على الصخور باستخدام ذراعيها وانزلاقها مرة أخرى وسط الأمواج. وكانت النظرات التي حصلت على السكان كانت من على مسافة، وكانت تبدو مثل حورية البحر هذه حاضرة ومحترسة تماما، وظلت بعيدة عن الشاطئ. ومع ذلك فإن حورية البحر ديرنيس ظلت في هذا الخليج لبضعة أصياف، ثم اختفت بصمت مرة أخرى في الأعماق الغامضة. هل هي حورية بحر أم حوت؟ أو هذا حقيقة أم خيال؟ أما بالنسبة لسكان خليج نيويورك فما زالت الأسطورة حية. رقم 1. حورية بحر في ولاية مينيسوتا. في أكتوبر 2017 في ولاية مينيسوتا بغرب الولايات المتحدة الأمريكية، كان رجل أسترالي يقضي بعض الوقت على الشاطئ عندما لاحظ شيئا ما غريبا على الشاطئ، حيث رأى رجالا يرتدون بدلات الفرق الانتحارية الصفراء يحملون شخصا على نقالة. وكانت المشكلة أن هذا الشخص كانت لديه زعنفة كبيرة الحجم أسفل الوسط. هل كان هؤلاء الرجال يحاولون تقديم رعاية طبية لتلك الحورية، أم كانوا يأخذون إلى معمل سري للتجربة ولا يعرف عن العالم شيئا؟ شكرا جزيلا على المشاهدة، وإذا أعجبكم الفيديو هذا اتركوا آراءكم في التعليقات بالأسفل، ولا تنسوا الضغط على زر اللايك، ولا تنسوا أيضا التعليق ومشاركة هذا الفيديو والاشتراك في القناة حتى تتمكنوا من مشاهدة كل ما هو جديد.